صراحة أعزائي المشاهدين، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث في هذا الميركاتو الأغرب على الإطلاق؟ كريستيانو رونالدو، العالم كله كان يقول بلي أنه كريستيانو رونالدو راح يكون لنادي مانشستر سيتي في الساعات القليلة القادمة، ولكن أنا أخذت قيلولة أعزائي المشاهدين قدرها يعني نصف ساعة كحد الأقصى، استيقظت على أخبار بلي أنه كريستيانو رونالدو رسميا في نادي مانشستر يونايتد. ما الذي يحدث أعزائي المشاهدين؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. في الفيديو إن شاء الله راح أشارك معكم يعني سبب اختيار كريستيانو رونالدو وانتقاله وتفضيله لنادي مانشستر يونايتد، وأيضا يعني عدم انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي، رغم أنه جل الصحف العالمية أكدت بلي أنه هذا اللاعب سيكون لنادي مانشستر سيتي ومع بيب جوارديولا، وكان بيناتهم اتصال وإلى آخره. راح أشارك معكم السبب، وأيضا سأشارك معكم أعزائي المشاهدين أخبار عن قائمة الكوتش جمال بن ماضي، وأحاول الإجابة عن الأسئلة التي وصلتني في الفترة الأخيرة، لماذا جمال بن ماضي لم يستدعي هؤلاء اللاعبين الذين تغيبوا ذلك بشكل رسمي. أيضا سنمر بعدها إلى أحد لاعبي مزدوجي الجنسية الذي أعزائي المشاهدين يعني تفاجأ بعدم استدعائه في قائمة الكوتش جمال بن ماضي وخرج عن صمته. هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. أعزائي المشاهدين، أبدأ لكم هذا الفيديو بعبارة The Legend comes back home، يعني زي المشاهدين رسميا الأسطورة عاد إلى المنزل وموطنه ألا وهو مانشستر يونايتد بطبيعة الحال الإنجليزي. طبعا زي المشاهدين، كل الصحف العالمية وأيضا فابريزيو رومانو والعديد من الصحفيين الموثوقين جدا وعندهم مصداقية عالمية قالوا بلي أنه كريستيانو رونالدو وذلك بشكل رسمي راح يكون مع نادي مانشستر سيتي، ولكن في لمح البصر زي المشاهدين تحول كل شيء، سبحان الله مغير الأحوال. يعني ممكن هذه الأشياء تحدث ولكن نادرا ما تحدث، وهذا الشيء لا يحدث كل يوم. ولكن أعزائي المشاهدين، الشخص اللي قريب لنادي مانشستر سيتي واللي قريب لهذه القناة أيضا ألا وهو ساملي، هو الذي كان يمشي عكس التيار، كان يأكد بلي أنه كريستيانو رونالدو ما راحش يتعاقد مع نادي مانشستر سيتي، في حين أنه العالم كله كان يقر وكان يقول بلي أنه كريستيانو رونالدو راح يكون لنادي مانشستر سيتي وذلك بشكل رسمي. طبعا هذا يعني الصحفي دي جريدة أتلتيك هو الذي مختص في أخبار نادي مانشستر سيتي الوحيد الذي كان يمشي عكس التيار، فلهذا في نهاية المطاف أعزائي المشاهدين ومصادره الموثوقة كانت على يقين أعزائي المشاهدين بلي أنه كريستيانو رونالدو لن يكون لنادي مانشستر سيتي، وايضا قبل لانه بيب جوارديولا غير مقتنع بهذه الصفقه وليس هذا اللاعب الذي كان يبحث عنه وذلك بشكل رسمي. على العموم اذا نعطيكم رايي على هذه الصفقه، انا اراها منطقيه منطقيا، يعني كريستيانو رونالدو كان من الاول يجب عليه التفاوض مع مانشستر يونايتد، وهذا الشيء قلته لكم اعزائي المشاهدين منذ شهر من الان. راح اشارك معكم بعض المقاطع للفيديو الذي نشرته في الشهر الماضي كما تشاهدون في هذه الصوره الظاهره امامكم، ويمكنكم العوده الى قناتي والبحث على هذا الفيديو ومطالعته كاملا. قلت لكم لأنه من سبع المستحيلات أنا أرى أنه سيجتمع كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر سيتي في فريق واحد أعزائي المشاهدين مع رفقة رياض محرز بطبيعة الحال. راح أشارك معكم بعض اللقطات وأعود إليكم، وأيضا سأشارك معكم قنبلة من العيار الثقيل عن صفقة أراها مجنونة صراحة ومستحيل أنها يعني ستحقق بين إدارة نادي جوفنتوس وإدارة نادي مانشستر سيتي، والتقاء لاعبي كل من الدون كريستيانو رونالدو ورياض محرز في فريق واحد. سأشارك معكم ردة فعل هذا اللاعب كريستيانو رونالدو لاعب نادي جوفنتوس عن هذه الصفقة بالتحديد. صرح في تصريحات أخيرة وفي تصريحات ماضية قائلا يعني أنا ألعب لنادي مانشستر سيتي وعكس نادي مانشستر يونايتد، قائلا بلي انه هذا شيء مستحيل لن افعل ذلك. لماذا؟ لان قلبي في نادي مانشستر يونايتد، لهذا السبب انا ارفض يعني عروض نادي مانشستر سيتي، وسيكون صعب جدا 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 علي ان العب لمانشستر سيتي وارفض مانشستر يونايتد وبعدما ان كنت العب مع نادي مانشستر يونايتد. فهذا التصريح اعزائي المشاهدين سابق، ولكنه يؤكد لنا عدم يعني تحقيق هذه الصفقه. كما شاهدتم أعزائي المشاهدين كان هذا هو تحليلي قبل شهر من الآن، وكانت هذه ردة فعلي حول أخبار وشائعات كريستيانو رونالدو إلى نادي مانشستر سيتي. أنا بالنسبة لي رأيتها مستحيلة وقلت لكم بلي أنها مستحيلة حسب رأيي الشخصي، وظهر ذلك وذلك بشكل رسمي أعزائي المشاهدين، رغم أن العالم كله أجمع بلي أن هذا اللاعب راح يكون لنادي مانشستر سيتي، ولكن في لمح البصر تغير كل شيء. لماذا هذا التغيير أعزائي المشاهدين، ولماذا هذا اللاعب بعدما أن كان على بعد يعني نصف سنتيمتر إلى نادي مانشستر سيتي قرر الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد؟ الأخبار أعزائي المشاهدين قالت بلي أنه فشلت يعني المفاوضات، ألا وإن أكدنا لكم حسب صحفيين موثوقين جدا مثل فابريزيو رومانو في الساعات القليلة الماضية أو صباح هذا اليوم أعزائي المشاهدين بلي أنه كريستيانو رونالدو وافق على جميع الشروط، نادي جوفانتوس وافق على جميع الشروط بين هاتين الإدارتين، وكل شيء على ما يرام. ولكن أعزائي المشاهدين الشيء الذي يجهله البعض هو كان هنالك اتصال بين يعني كريستيانو رونالدو أيضا برونو فرنانديز يعني لنادي مانشستر يونايتد، كان بينهم ذلك الاتصال، وممكن ذلك الاتصال هو الذي قلب كل هذه الأخبار
رأسا على عقب، وانتقل هذا اللاعب إلى نادي مانشستر يونايتد بعدما كان على خطوة واحدة للانتقال إلى نادي مانشستر سيتي. ثم أعطونا عليكم أعزائي المشاهدين في صندوق التعليقات، وأعطونا ردة فعلكم حول هذا الخبر انتقال دون كريستيانو رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد. أنا بالنسبة لي كنت متمني يأتي إلى نادي مانشستر سيتي للصراحة أعزائي المشاهدين، ولكن كنت أراها نوعا ما مستحيلة صراحة، وما أعطيت لكمش أي خبر رسمي، قلت لكم الصحف واش راهي تأكد، ولكن قلت لكم راح ننتظر وراح نشوف ماذا سيحدث، لأنه هذا الميركاتو أعزائي المشاهدين شفنا العجب. أما الآن ننتقل أعزائي المشاهدين للخبر الموالي عن سبب الغيابات الكثيرة في قائمة الكوتش جمال الماضي. طرحت علي العديد من الأسئلة بعد الإعلان الرسمي عن قائمة الكوتش جمال الماضي، ويعني بغيت استفسارات حول يعني هذه الغيابات كلها. راح نشارك معكم كل لاعب وسبب غيابه ان شاء الله. طبعا اذا مشاهدين عندنا اللاعب الاول عز الدين دوخه. عز الدين دوخه بعيد عن اللياقه البدنيه، وايضا اذا مشاهدين هذا اللاعب يعني راه بدون نادي حاليا، فلهذا ممكن الكوتش جمال الماضي بسبب انه بعيد عن اللياقه البدنيه استعمل عبد الرحمن المجادل مكان هذا اللاعب، وايضا ان يعطيه فرصه قبل نهايه هذا الميركاتو من اجل التعاقد مع احد الانديه التي مهتمه به حاليا. ونفس الشيء اذا مشاهدين يعود الى عدلان قديورة. عدلان قديورة يعني انا تفاجات بعدم استدعائه لقائمه الكوتش جمال الماضي، لانه هذا اللاعب يعني راه في اللياقه البدنيه نتاعو منذ خروجه من نادي الغرافه القطري، وهو يعني يتدرب بشكل مستمر مع يعني فريق نادي واتفورد الانجليزي الذي ينشط في الدرجات الدوري الانجليزي الممتاز، يلعب باستمرار محافظ على اللياقه البدنيه نتاعو، فقلت بلي انه ذلك السبب هو الذي سيقربه الى الكوتش جمال الماضي. ولكن ممكن السبب اللي يقنعني انا شخصيا هو ممكن ان هذا اللاعب عدلان قديورة حاليا هو في المفاوضات مع نادي شيفيلد يونايتد، مثل ما اكدت لكم في الفيديوهات السابقه، فممكن جمال الماضي اعطاه متسع من الوقت من اجل التعاقد مع هذا الفريق. وطبعا اذا مشاهدين رغم هذه الغيابات اللي راح نذكرها الا ان قائمه الكوتش جمال الماضي بقيت قويه وذلك بشكل رسمي. طبعا اذا مشاهدين عندنا عبد اللاوي بدون نادي حاليا وبعيد كل البعد عن يعني اللياقه البدنيه تاعه، بينما ايضا ادم الناس نفس الشيء، يعني هذا اللاعب راه في اللياقه البدنيه، ولكن اذا مشاهدين حاليا هذا اللاعب عنده العديد من يعني الصفقات تتهاطل عليه، فممكن انه الكوتش جمال الماضي استبعد هذا اللاعب لسببين. يا اما راح ضحيه المنافسه. ما معنى ضحيه المنافسه؟ اي كاين بعض اللاعبين راهم اكثر منه يعني في اللياقه البدنيه وفي الريتم العالي، الا وهو رشيد غزال. رشيد غزال راه افضل من ادم الناس انا حسب رايي الشخصي وبلغه الارقام زي المشاهدين. بينما ايضا السبب الثاني ممكن ان هذا اللاعب الكوتش جمال الماضي اعطاه متسع من الوقت من اجل المفاوضات وحسم مشواره الكروي ومستقبله بطبيعه الحال. اما ايضا بالنسبه لمهدي طهرات زي المشاهدين، هذا اللاعب راح ايضا هو ضحيه يعني المنافسه الشديده، هو وايضا ياسين ابراهيمي يعني نحن المنتخب الوطني الجزائري هو ايضا راح كما قلنا ضحيه المنافسه الشديده، مثل ما كان يؤكد الكوتش جمال الماضي. ياسين ابراهيمي كان من المستحسن التواجد، ولكن كاين بعض اللاعبين ركضوا اكثر منه ويقدمون ضمانات كبيره للكوتش جمال الماضي. اما بالنسبه لعطال وبولايه، هذين اللاعبين كلاهما مصابين. اما بالنسبه لفرحات ومهدي عبيد، يعني كما قلنا نقص المنافسه بطبيعه الحال، وفرحات زي المشاهدين حاليا في مفاوضات ايضا. ممكن تقولوا لي حتى يعني اندي ديلور يعني راح في مفاوضات اعزائي المشاهدين. اندي ديلور يعني راح قريب جدا من التعاقد وهو تواجد في قائمه الكوتش جمال الماضي، ولكن اعزائي المشاهدين في نفس السياق هذا اللاعب راه هارب بزاف يعني في اللياقه البدنيه تاعو، ايضا يعني راح جاهز وايضا وذلك بشكل رسمي وبشكل كبير جدا افضل من بعض اللاعبين الاخرين، فكاين فرق اعزائي المشاهدين. اما الان ننتقل الى الخبر الموالي الذي يتعلق اعزائي المشاهدين بيانيس حماش الذي يعني خرج عن صمته وذلك بشكل رسمي بعدما الكوتش جمال الماضي لم يستدعيه في قائمة المنتخب الوطني الجزائري. في حساباته السوشيال ميديا صرح قائلا: تصلني رسائل دعم كثيرة بعد عدم استدعائي لقائمة الكوتش جمال الماضي أو المنتخب الوطني الجزائري، لكن لا أستطيع أن أفعل شيء العمل بطبيعة الحال. وقائلا أعزائي المشاهدين: شكرا لكم جميعكم وعلى جميع رسائلكم. هذا اللاعب أعزائي المشاهدين لم يستدعيه الكوتش جمال الماضي وذلك بشكل رسمي، وكل مرة عندما لا يستدعيه الكوتش جمال الماضي تصله رسائل كثيرة ويخرج للإعلام وأيضا لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، وأيضا يصرح باللي أنه يعني رغم انه ما استدعاوهش راح يعني يبرهن الكوتش جمال الماضي في قادم المواعيد يعني بالعمل وايضا بزياده يعني رفع مستواه بطبيعه الحال. فنتمنى له كل التوفيق صراحه، وانا تفاجات لسبب عدم استدعاء هذا اللاعب، ولكن يعني انا بالنسبه لي نوف الخاسف يعني جربه الكوتش جمال الماضي ووقف عند مستواه اكثر من هذا اللاعب اللي قادر يستدعيه ويغامر به اعزائي المشاهدين في المباريات المؤهله لمونديال قطر سنه 2022، فلهذا يعني كان من المستحسن استدعاء يعني نوفل خاسف لاعب نادي طنديلا احسن من هذا اللاعب وفي نفس السياق. فكان هذا الفيديو اليوم، اخبرونا ارائكم في صندوق التعليقات ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.